قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني يحرم الاعتداء على المسلم في دمه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن، الرجل المؤمن أو الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عثيمين: أي أنه إذا فعل ذنبا فإنه يسهل عليه أن يتوب من هذا الذنب. هي عامة لكن هي مخصصة في أحاديث وفي آيات في نصوص أخرى. النظر النفس بالنفس دي ما عامة، النفس بالنفس معناه أي نفس قتلت نفسا أخرى تقتل، لكن هي مخصصة بشنو؟ بنصوص أخرى. أن يقتله عمدا، وأن يكون هذا النفس، أن تكون هذه النفس معادلة للنفس التي قتلت، الحر بالحر لا الحر بالعبد، والمسلم بالمسلم لا المسلم بشنو؟ بالكافر. فدي مهمة جدا، لأنه في نصوص أخرى خصصت. قال الثالث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود بدينه هنا دين الإسلام. في شبه بيجيبوها بعض المفكرين، يقول لك: ها الزول التارك لدينه يقتل. أيوة نحن ما عرفنا. طيب يقول لك اليهودي ده ما ترك دينه ودخل في الإسلام، ها نقتله؟ ما ترك دين اليهودية. فديل ويقول لك: من بدل دينه فاقتلوه. يقول لك: بدل دينه أيا كان هذا الدين. أنا واحد ناقشته من الجماعة ديل في أم درمان، فذكر لي الكلام ده، قال لي: من بدل دينه فاقتلوه. هذا اليهودي ده ما عنده دين وبدله وبقى مسلم، نقتله برضه؟ قلت له: لا ما تقتله. طيب الحديث وهنا: ومن بدل دينه فاقتلوه، وهنا التارك لديني. المقصود بالدين هو دين شنو؟ الإسلام، كما صرح الله في القرآن: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دي الآية دي علاقتها بالكلام ده شنو؟ علاقتها بتحصر، لأنه إن الدين عند الله الإسلام. إن معروف أداة توكيد ونصب، والدين اسم إن، عند الله عند حرف جر واسم الجلالة مجرور بالحرف المعروف بعند وعلامة جره الكسرة. الإسلام ده خبر إن، وعند الله هذه الجملة هذه شبه جملة، لأنه جار ومجرور ما تام جملة، شبه جملة بدل قد تبدل من شنو؟ من الأولى، وهي مبينة، هي صفة تبين ما ذكر في اسم إن. فلذلك إذا حذفت إن صارت الجملة اسمية معروفة: الدين عند الله الإسلام. والدين اللي هو المبتدأ معرف بالألف واللام، والخبر الإسلام معرف بالألف واللام. وإذا عرف المبتدأ والخبر في اللغة هذا يفيد الحصر، كما سبق في الكلام عن الدين النصيحة. لذلك الكلام ده واضح جدا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين الحق عند الله،
عند من؟ عند الله، الإسلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل على أن مراد الله وأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أن المراد من بدل دين الإسلام فخرج منه إلى غيره فاقتلوه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين، المفارق للجماعة. فزول لو ترك الدين دين الإسلام وكفر بالله يستتاب، يقعد الحاكم: يا زول توب ما بتوب، توب ما بتوب، توب ما بتوب، يطبق فيه الحد فيقتل، لكن بأعمال الحاكم. المفارق للجماعة، المقصود بالجماعة جماعة المسلمين، فيخرج عن جماعة المسلمين ويفارقهم. والمقصود بالمفارقة هنا مفارقة الدين، مفارقة الدين، لأنه قد يكون بعيدا من جماعة المسلمين لكنه معهم بدينه، ويبايع حاكمهم ومعهم في منهجهم. وليس المقصود جماعة معينة من جماعات المسلمين الموجودة الآن، وإنما المقصود جماعة المسلمين عامة. مش اللي بيترك شنو عنده طريقة وخلاها مشى لطريقة تانية يقتلوه، هو أصله أي طريقة تخليها وأي حزب تخليه تبقى مسلم مستقيم بس. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز الاعتداء على المسلم في ماله ولا في دمه. الفائدة الثانية: أن حد المتزوج الرجم هو الثيب الذي يزني. الفائدة الثالثة: أن الذي يعتدي على غيره يعتدى عليه، فإذا اعتدى على الغير اعتدي عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقتل فيقتل. الفائدة التي بعدها: عظمة الدين، لأنه ترتب على تركه بعد الإسلام القتل وهذا الحد، وفيه إثبات حد الردة، وفيه إثبات حد الردة. الفائدة التي بعدها وهي معروفة: ضرورة ملازمة المسلمين ووجوب الاجتماع معهم، أي في دينهم وفي منهجهم، وحرمة مخالفتهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.